السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الرشيمه اللي كتجي زوينه على الجيلاتين. بالنسبه للجيلاتين سولوني الناس بزاف عليه، قالوا لي واش هذاك ديال الطبخ؟ لا ماشي ديال الطبخ، هذا ديال التنبات، فيه واحد الجهه كتلصق كما كتشوفوا هي هذه. خلاص وهذه غير بلاستيكه. انا هنا غادي نحيد هاد البلاستيكه هذه كما كتشوفوا، غادي نقطعها وغادي نحطها في الجنيبات ديال هاد الجيلاتين، حيت فاش كنكون كنخدم كيبدا يتلصق ليا في صبعاني. بهاد الطريقه هادي غادي نحط، وعندي هاد لي ستراس هادو، انا خديت هاد لي ستراس هادو، خديت غير هاد الطريف هذا هو اللي غادي نحتاج. انا هنا غادي نحطو مايل بهاد الطريقه هادي، يجيني مايل بهذه الطريقة. نتمنى أن كل شيء يكون باين لكم. وغنخط هاد الحجيرة هادي غادي نحطها هنا، وخديت الطريف هذا كذلك ديال ليزيستخاس، غادي ندورو على هاد الحجيرة هادي اللي غتكون في الوسط. بهذه الطريقة هادي هانتوما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ناخذ هاد الحجرات هادو وغادي نحاول انني نثبتهم هنايا بهذه الطريقه هذه، نحاول ندير واحد الوريضه طريقه سهله. وهاد التنبات على الجيلاتين تيجي ساهل حسن من التنبات بالخيط والابره. نتوما كما كتشوفوا في شكل واحد الوريضه، نتوما البنات نتمنى يكون واضح لكم هادشي. هانتوما كما كتشوف كي تتجي كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي نزيد لها هاد الوريقات هادو، خديت هاد الحجرات هادو اللي في هاد اللون، غادي نديرهم على شكل وريقات. هما كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز واش غادي نحيد لها هذا الجيلاتين هذا، غادي نقيها، غادي نحاول نقاد لها هاد الجنيبات هادو ديالها. دابا غادي ندوز باش غادي نحيد لها هاد الجنيبات هادو، نحاول غير بالمقص بهذه الطريقه هذه، قاعده غير بشويه معاهم مع هاد الجناب. نقيها مزيان، نحاول
وانتم كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا من بعد ما نقيتها من هذا الجيلاتين. هانتوما كما كتشوفوا كيجي الشكل ديالها زوين. وهذا هو الشكل النهائي ديال البروش، كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه، وان شاء الله مازال نجيب لكم يعني شكيلات اخرين ديال التلبات على الجيلاتين. وكنتمنى اللي ما مشتركش في القناه يدخل ويشترك بالضغط على زر ابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.